مستمعي الكرام، أطلقت جامعة طيبة أعمالها في موسم الحج في هذا العام لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال 6 لجان تشرف عليها اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارات بالجامعة، وتضم اللجنة الصحية واللجنة النسائية ولجنة الخدمات الطلابية والجوالة ولجنة البحوث والدراسات ولجنة الزيارات التاريخية واللجنة التطوعية. ويسرنا أن نستضيف الأستاذ طلال عبد الهادي الحجالي رئيس اللجنة الصحية التابعة للجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة، يحدثنا عن هذه اللجنة. أهلا وسهلا بك أستاذ طلال، ويسعد صباحك. صباح الخير إن شاء الله، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير. الله يبارك. تعرفنا أستاذ طلال وتعرف السادة المستمعين والمستمعات عن هذه اللجنة ومهامها. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة انطلاقا مما توليه حكومتنا الرشيدة ضيوف الرحمن منذ قدومها وحتى مغادرته بتسخير كافة أجهزة الدولة في خدمة هؤلاء الحجاج، وكان لزاما على جامعة طيبة أن تكون أول المشاركين في هذا الواجب المقدس عليه، فقد وافق معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع على تشكيل لجنة سميت باللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة لخدمة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد تفرعت منها عدة لجان، ومن هذه اللجان لجنة الخدمات الصحية التي بدورها تولت عملية الإشراف على الأعمال المساندة في تقديم الخدمات الصحية. حقيقة في هذه اللجنة تشارك معنا 5 كليات، كلية الطب ويشارك فيها طلاب الامتياز، وكلية الصيدلة برضو يشارك فيها طلاب الامتياز، وكلية العلوم الطبية التطبيقية قسم المختبرات يشارك فيها طالبات، وكلية التأهيل الطبي مشاركة أيضا طلاب، وكلية التمريض للبنات مشاركة الطالبات. يتم التنسيق بيننا وبين الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة وهيئة الهلال الأحمر في توزيع الطلاب في المرافق الصحية اللي المركزية اللي بجوارها، ومشاركتهم ومساندتهم في الأعمال التي تخص تخصصاتهم. أستاذ طلال، أسعد الله صباحك وكل خير. حياك الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طيب إن شاء الله، ومعانين إن شاء الله على هذه الجودة التي تقدمونها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. كاني فهمت من كلامك أن الكادر العامل في هذه اللجنة هم من جامعة طيبة وكليات الجامعة الطيبة، كليات الطبية في جامعة طيبة، كليات الصحية مدرجة بين كلية الطب وكلية الصيدلة والتأهيل الطبي والصيدلة والمختبرات وكلية العلوم الطبية التطبيقية. جميل. أنت ذكرت طبعا بعض الأماكن اللي يمارس فيها العاملون في هذه اللجنة أعمالهم وتخصصاتهم. نعم، زي عندك مثلا كلية الطب طلاب الامتياز طلاب وطالبات طبعا. نعم. يعني ناخذ 8 من الطلاب و8 من الطالبات يشاركون في ويوزعوا في المستشفيات اللي حول الحرم. جميل. في المرافق الصحية اللي هي المراكز الموسمية، ويقوموا طبعا بالكشف، وأيضا السنة هذه شاركوا معانا الدراسات العليا كلية المجتمع طلاب الدراسات العليا. نعم. برضو شاركوا معنا في المطار وفي المنافس داخل المدينة في الكشف أيضا. نعم. حوالي 13 طالب وطالب. جميل. هناك إحصائيات بما قدمت اللجنة الصحية يعني حتى الآن من خلال هذه الأعمال؟ نعم، إحنا عندنا في نهاية الموسم. نعم. ينتهي الموسم الأول وينتهي الموسم الثاني، نجمع الإحصائيات وتوضع في تقرير شامل كامل، موضوع فيها الأعداد وكش، ويعني كل كلية تقدم تقريرها. نعم. طبعا عمل اللجنة يكون اليوم أو بكرة يعني آخر الأيام، ومن ثم إن شاء الله الموسم الثاني. أيوة نعم، من الأيام هذه خلاص، ويبدأ إن شاء الله الموسم الثاني إذا الله طال عمره عافية من 13 إلى نهاية الشهر. نعم. برضو مشاركة من يبدأ دوامه تقريبا من بعد الظهر إلى المساء إلى آخر الليل، يوزعوا على شفتات ويشاركوا. والمشاركة من قبل الطلاب يعني اختيارية للطالب أم تفرض الكلية عليه المشاركة؟ هي اللجنة. نعم. يوجد لها رئيس هو سعادة الدكتور عبد الله دوفو. نعم. جزاه الله خير وأعضاء،
توضع خطابات موجهة للعمداء باختيار طلاب المميزين طبعا ما هو أي طالب متميزين، ونبدأ نرسلها للشؤون الصحية ويبدأ توزيعهم ولهم مكافآت على أعمالهم. أقول تأتي يصلكم ردود أفعال من الشؤون الصحية من يعني؟ أي طبعا في طبعا المشرفين يتابع الطلاب. جميل. وفي تقارير لهم وفي اللي مواذج طبعا اللي مستمرين لهم طبعا مكافآت. جميل. وشهادات عالية من القبلين من الشؤون الصحية ومن الجامعة. شكرا لك أستاذ طلال عبد الهادي الحجالي على هذه الإطلالة الصباحية، رئيس اللجنة الصحية التابعة للجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة. نشكر إذاعتكم حقيقة على هذا اللقاء، جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك. شكرا لك أستاذ طلال.